السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الجمعة 20 من شهر مارس 2020. في البداية آسف أصدقائي لأني تأخرت عليكم في الفيديو، تعرفون الآن الضغوطات في العمل بالبلدية بسبب الظروف التي تعيشها ألمانيا. سوف أعطيكم أهم الأخبار، خصوصا بعدما أصدرت مجموعة كبيرة من المقاطعات والمناطق في ألمانيا قوانين صارمة وغرامات سوف تبدأ بداية من يوم الغد. لذلك أطلب منكم أعزائي أن تشاهدوا الفيديو للأخير، لربما مقاطعتكم توجد من بين المقاطعات التي أعلنت القوانين الصارمة. سوف نبدأ أصدقائي بأول مقاطعة. أعلن رئيس مقاطعة بايرن السيد زودا عن تقنين كبير للتجول وغرامة ممكن أن تصل إلى 25,000 يورو. سوف يبدأ الإجراء الجديد بداية من منتصف هذه الليلة، وبذلك يأمر رئيس حكومة بايرن بغلق جميع المطاعم بالكامل بداية من يوم السبت، غلق كل محلات الحلاقة في بايرن، محلات بيع المشروبات، محلات البناء بيع مواد البناء باوميركت، وغلق محلات بيع الأشياء الخاصة بالحدائق. قال بأنه السوبر ماركت، الصيدليات، البنوك، محطات الوقود سوف تبقى مفتوحة، لكن مقاطعة بايرن سوف تسمح بالذهاب إلى العمل، وسوف تسمح بالذهاب إلى الطبيب، وسوف تسمح بخروج شخص واحد للتنزه إلى الشارع أو أسرة واحدة. سوف نمر الآن، قبل أن نمر إلى المقاطعات الأخرى، سوف أخبركم بتحذير أعطته الشرطة الألمانية. شرطة مكافحة الجريمة تحذر من نصابة يطرقون الباب على الناس ويقولون أنهم موظفي دولة وأنهم مجبرين أن يعملوا لكل الناس اختبار لكورونا. حذاري، هؤلاء نصابة هدفهم جمع بياناتكم والنصب عليكم أصدقائي. عندما يجمعون البيانات يتسجلون في مواقع للشراء عن طريق الإنترنت، يشترون أشياء تحت اسمكم ويعملون النصب عليكم. اختبار كورونا يكون فقط عندما الشخص يتصل بالطبيب وهم يرسلون لكم شخصا إلى البيت، أو عندما تتصلون برقم 116 117، هنا يأتون عندكم. إذا طرق عليكم شخص الباب وقال لكم أنا جئت من الدولة من أجل كورونا، قل له اتصلوا بالشرطة لأنه هذا نصاب. سأعطيكم الآن ما أخبرت به باقي المقاطعات. مقاطعة بادن فيوتنبرغ ستبدأ يوم غد أيضا بقوانين صارمة. قالت بأنه مجموع تجمع أكثر من 3 أشخاص في الشارع، يعني من كانوا 4 أشخاص يتمشون في الشارع سوف توقفهم الشرطة. وقال الاستثناء يكون فقط للأسرة الواحدة، إذا كان مثلا الأب والأم مع طفلين يعني حتى 4، هنا سيعملون استثناء، لكن إذا كانوا 4 أشخاص ستكون غرامة. بادن فيوتنبرغ سوف تغلق أيضا المطاعم بشكل كلي بداية من يوم الغد، ومن يخالف هذه الأمور سوف يحصل على غرامة 25,000 يورو أو سجن لمدة طويلة. مقاطعة غاينلاند بفالز تعلن أيضا عن منع تجمع أكثر من 5 أشخاص في الشارع. غاينلاند بفالز أكثر من خمسة أشخاص أصبح ممنوع في الشارع. مقاطعة مدينة هامبورغ تعلن غلق المطاعم والتجمعات ل6 أشخاص، يعني في هامبورغ ستغلق كل المطاعم وسوف يمنع تواجد أكثر من 6 أشخاص في مكان واحد، والسماح فقط للأسرة إذا كانت تتكون من عدد أكبر، يعني أب وأم وأطفال سيسمحون لهم. مدينة كولن أصدرت قانونا جديدا خاص فقط بمدينة كولن، ممنوع تجمع أكثر من 2 شخصين في الشارع،
وإلا سيحصلون على غرامة. يعني إذا كانوا 3 أشخاص في الشارع ستوقفهم الشرطة أو الأوغدنونكس أمت، وممكن أن يتعرضوا إلى غرامة أصدقائي، فقط الاستثناء الأسرة كما قلت لكم. مقاطعة هسن، غلق جميع المطاعم بداية من يوم غد، ومنع تجمع أكثر من 5 أشخاص. يعني في هسن اللي فيها فرانكفورت، فيسبادن إلى آخره، سوف تغلق المطاعم ويمنع تجمع أكثر من 5 أشخاص. ومقاطعة هسن أيضا تجلب 75 ممرضا وممرضة من دولة الفلبين من أجل المساعدة في المستشفيات. مقاطعة زاكسن وسكان مقاطعة زاكسن، عقوبة سجنية تتراوح إلى 2 سنين لكل من لا يحترم القانون الذي أصدرته المقاطعة بخصوص منع التجمعات. وقالوا بأنه سوف تعاقب بالسجن إلى 5 سنوات. مقاطعة نيدا زاكسن تعلن أيضا غلق المطاعم والمقاهي، وتسمح مقاطعة نيدا زاكسن فقط بالشراء عبر الطلبيات، يعني الطلبيات مسموح بها. مدينة تخيا، يعني مدينة تخيا، قالت بأنه من يخالف قانون التجمع سوف يسجن ويتعرض إلى عقوبة سجنية تتراوح إلى 5 سنوات. مدينة تخيا. مقاطعة غايلاند بفالس تعلن عن غلق الجاستشتيت، المطاعم من نوع جاستشتيت، ومنع تجول أكثر من 5 أشخاص. هذا ما أعلنته مقاطعة غايلاند بفالس أصدقائي. وتوجد أيضا معلومة أن الحكومة الألمانية سوف تجتمع عبر التليفون يوم الأحد ويعملون اتصال مع بعض من أجل النظر في هل يمكن عمل قانون موحد، لأنه هكذا تلاحظون كل مقاطعة تعمل بقانون واحد، كل مدينة تعمل شكل. قالوا هذا الأمر ليس بالجيد، يجب علينا أن تكون كدولة كلمتنا موحدة، وليس كل مدينة وكل مقاطعة تعمل ما ترغب. لذلك سيكون اجتماع عبر التليفون للحكومة الألمانية مع رؤساء المقاطعات. أيضا شركة تيليكوم للاتصالات سوف ترسل للحكومة الألمانية بيانات عن حركة تنقل الناس وهل يحترمون البقاء في البيت، لأنه نعرف بأن كل هاتف يمكن معرفة موقع الشخص أين يتحرك، وعن طريق هذه البيانات التي بطبيعة الحال لا تظهر لا اسم ولا أي شيء، يعني أنونيميزيغت، يعني مخفية البيانات الشخصية، فقط تظهر حركة الناس هل يتحركون كثيرا. إذا لاحظوا بأنهم يتحركون كثيرا يمكن أن يخرجوا بقانون منع التجول. أصدقائي، ما زالت هناك معلومات. مقاطعة شمال الراين فيستفالن، نورد راين فيستفالن انيرفي، لا ترغب الآن بإجبار الناس، وتقول يجب علينا أن نتريث في الأمر قبل إجبار الناس. أيضا مقاطعة براندنبورغ تقول فلنتريث ولننتظر إلى يوم الأحد. مقاطعة شليسفيك هولشتاين تقول أيضا فلنتريث بخصوص منع التجوال ولننتظر إلى الأحد. تورينغن تقول فلنتريث. مقاطعة أيضا زاكسن بخصوص منع التجول ترغب أيضا بالتريث. مقاطعة برلين ترغب بالانتظار أيضا يومين، ومقاطعة بريمن ترغب أيضا بالانتظار يومين على الأقل. رئيس أطباء العالم السيد مونتغومري وهو ألماني حذر المقاطعات الألمانية من التسابق من أجل عمل قوانين متشددة. يعني كل مقاطعة تحاول أن تعمل قانونا متشددا على الآخر، كما قال السيد مونتغومري وهو شخصية محترمة في ألمانيا، وقال يجب إخبار الناس أيضا عندما نعمل قوانين متشددة، نخبرهم متى سوف تنتهي هذه القوانين ومتى سوف يرجعون إلى حياتهم الطبيعية. رئيس مقاطعة بايرن يطلب كل المقاطعات الآن بالتشدد بالقوانين من أجل إيقاف الانتشار هذا المرض. لكن رئيس مقاطعة شمال الراين فيستفالن ومقاطعة بريمن يقول لا يجب علينا أن نتسرع، يجب أن يعني نشجع الناس على تغيير سلوكياتهم دون أن نتدخل في حياتهم ودون
أن يعني نعمل قوانين متشددة إلى آخره. تلاحظون هناك خلافات بين المقاطعات غير متحدين في الكلمة، وهذه مشكلة توجد في النظام الفيدرالي. نتمنى أن يتفقوا يوم الأحد ويوحدوا رأيهم، لأن ألمانيا الآن تحتاج إلى رأي موحد، وليس كل مقاطعة تعمل على حسب رأيها. بالنسبة للحالات حسب المقاطعات، مقاطعة شمال الراين فيستفالن فيها 6301 حالة، مقاطعة بايرن 3107، ومقاطعة بادن فيرتمبرغ 2748. كانت هذه نبذة عن أهم الأخبار في ألمانيا. شكرا للمتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء.